أيها المواطنون الأعزاء، تحقيقاً للوعد الذي قطعناه في مثل هذا اليوم الخالد من العام المنصرم، ها نحن نلتقي بحمد الله في مدينة التاريخ والعلم والتراث، وقلعة الأصالة والمجد الأثيل الشامخ، مدينة نزوى، العامرة التي كان لها دور بارز في مسيرة الحضارة العمانية، لا يزال يتألق نوراً وضياءً ورفعةً وجلالاً. لقد كانت نزوى معقل القادة العظماء وموئل العلماء والفقهاء ومرتاد الشعراء والأدباء، فأعظم بها من مدينة لها في قلوب العمانيين منزلة عالية ومكانة سامية وقدر جليل. وإذا كان قد مر على هذه المدينة العريقة حين من الدهر كاد أن يطمرها غباره، إلا أنها اليوم تتبدى من جديد في قشيب زينتها، زاهية بتليد مفاخرها، زاهرة بطريف أمجادها ومنجزاتها التي تحققت على مدى السنوات القليلة الماضية. وإننا لنرجو أن يمثل اختيارها لتكون المدينة التي يحتفى على أديمها بعام التراث منعطفاً هاماً يضعها في بداية مرحلة أخرى من التطور المستمر في مختلف مجالات الحياة. سمعنا صايح في اليمن وبنديلة حمرا في الكون، سمعنا صايح في اليمن وبنديلة حمرا في الكون، سمعنا صايح في اليمن وبنديلة حمرا في الكون. ترقد صدوم ضام بطلوعه، حيلة جيلة قلقلها عبد الملك.
اليمن وبنديلة حمرا في الكون سمعنا صايح في اليمن وبنديلة حمرا في الكون سمعنا صايح في اليمن وبنديلة حمرا في الكون سمعنا صايح في اليمن وبنديلة حمرا في الكون باب هيش هذا باب نحاس باب هيش هذا باب زندان باب هيش هذا باب حطب باب هيش هذا باب حديد باب هيش هذا باب نحاس باب هيش هذا باب زندان باب هيش هذا باب حطب تراني بقطع السناسل باب نحاس باب ايش هذا باب زفت باب ايش هذا